هل تحررت شبوة بالفعل أم أنها لا زالت تحت سيطرة الميليشيا؟ سؤال يجيب عن واقع الحال بكلمات بسيطة. تم تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي وإحلالها بميليشيات تابعة لدولة الإمارات، والشرعية ليس لها في الأمر ناقة ولا جمل. اليوم أقدمت ميليشيا النخبة الشبوانية على منع وزير النقل صالح الجبواني من دخول منطقة بالحاف، وقبل أسابيع استقبلت هذه الميليشيا طارق صالح وحمت تحركاته داخل المحافظة، وهو الذي فعل ما فعل. إذن محافظة مفتوحة للانقلابيين ومغلقة على الشرعية، فما الذي يريده التحالف العربي في اليمن؟ فقبل أيام هاجمت قوات النخبة الشبوانية مقرات أمنية في مديرية الروضة واعتقلت مدير الأمن وبعض الضباط ونقلتهم إلى سجون مجهولة. وإزاء هذه الفضيحة رفع محافظ المحافظة وقائد لواء عتق رسالة لقيادة التحالف، أبلغهم فيها بفشل محاولة تنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والنخبة الشبوانية، وأن هذه القوات تعمل خارج إطار الدولة. وقالت الرسالة أيضا إن هذه القوات استولت على مقار حكومية وسلمتها للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة. لم يتلقى المحافظ والقائد العسكري أي رد إيجابي بدليل ما حصل اليوم من منعهم لمسؤولي الحكومة من التحرك في إطار المحافظة. والواقع أن صاحب الكلمة الأولى في شبوة هم ضباط إماراتيون يتمركزون في قاعدة عسكرية خاصة في بالحاف. أتى هذا الاشتباك اليوم عندما حاولت الحكومة ممثلة بوزير النقل الاقتراب من دائرة الموانئ والموارد المالية للدولة، هنا على ما يبدو خط أحمر من قبل الإمارات، الدولة التي تعشق الموانئ وتمنع الحكومة الشرعية من إدارة مواردها. وصول الأمور في شبوة إلى هذا الوضع سيحتم على الحكومة اتخاذ موقف حازم حول ما يجري في المحافظة، أو إعلان موقف إزاء التحالف الذي يتدخل تحت غطاء الحكومة الشرعية. وما لم تقم الحكومة بهذا أو ذاك فهي شريكة في المغرم وخاسرة في المغنم.